رجعنا مرة تانية، ودايما كل يوم أربع بنحب نتكلم معاكم عن كل جديد يخص السوشيال ميديا. خلينا نتكلم شوية كده عن أبليكيشن ظهر اسمه تريدز. أبليكيشن ده كسر الدنيا حرفيا، هو كسر الأرقام القياسية في عدد المستخدمين اللي دخلوا على الأبليكيشن في وقت قليل جدا. لما شات جي بي تي طلع في خلال شهر وأكتر من شهر قدر ان هو يكون عليه اكتر من مليون مستخدم، وكانت ساعتها ضجه كبيره جدا، وقلنا ان هو احدث حاجه حصلت في عالم التكنولوجيا قدرت انها تجمع عدد متابعين في وقت قليل. فما بالكم بقى ان ابلكيشن اسمه تريدز قدر يخلي عنده 100 مليون متابع في 5 ايام، حرفيا في 5 ايام. اول ما تم الاعلان عن انطلاق الابلكيشن عدد المستخدمين اللي دخلوا عليه كان مهولي. كل الناس طبعا كانت بتتابع ايه هو تريدز، ايه الابلكيشن ده، ولسه لحد النهارده في ناس ما تعرفش ايه هو تريدز. هتلاقوا عندنا على الانستجرام كل الناس اللي دخلت على تريدز في رقم كده ظاهر عندها زي رقم البطاقه القوميه كده، بقى زي حاجه توضح لحضراتكم ان انت مشترك في تريدز. لكن في ناس لحد النهارده بتسال ايه الرقم ده وازاي موجود عند ناس ومش موجود عندي. احنا النهارده جايين عشان نقول لكم ازاي ممكن تخلوا الرقم ده موجود عندكم، وازاي تعرفوا تفاصيل اكتر عن تريد. اي ابلكيشن بيطلع بيكون ليه مساوئ وايجابيات، وبعد فتره بيتم تحديثه وبيبقى افضل واحسن علشان المتابعين يقدروا يستفيدوا باكبر قدر ممكن من الخصائص اللي بتكون موجوده على الابلكيشن ده. فخلينا نعرف كده النهارده تفاصيل ونتعمق اكتر في ثريد ونعرف كل تفاصيله من ضيفنا اللي منوره مهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات. صباح الفل. صباح النور على حضرتك. صباح النور على الساده المشاهدين. صباح الفل، منورنا النهارده. بنورك، تسلمي. ثريد طبعا ابلكيشن مكسر الدنيا زي ما قلنا في البداية، أكتر من 100 مليون متابع دلوقتي موجودين عليه، أعداد مهولة، فنانين من كل مكان في العالم، بلوجرز من كل مكان في العالم، حتى رؤساء الدول برضو، حتى رؤساء الدول موجودين عليه. خلينا نتكلم أكتر عن إن تريدز هو الوجه الآخر لتويتر. صحيح. تريدز هيعمل فينا إيه؟ خلينا نعرف السادة المشاهدين إيه بداية النقطة اللي حصلت كده. أول حاجة إيلون ماسك اللي هو مالك تويتر دلوقتي بدأ يفرض قيود أو رسوم على التغريدات اللي موجودة. يعني لو حضرتك عندك حساب قديم على تويتر هتقدري تشوفي أكتر من أقل من 600 تويتر تويتر. أوكي، وعندك حساب جديد بتعمليه 300، والحساب المتوسط هيكون 6000 تويتر مع بغير الموضوع ده. بعد ما نزل الخبر ده اصلا مارك زكربيرج عنده في الخطه بتاعته ان هو ينزل ابلكيشن جديد يواجه بيه التطبيق اللي اصلا يعني ايلون ماسك بيتهمه بحاجات كتيره جدا من بعد 2015، من بعد اصلا اخر مشكله بينهم في 2015 ان هو ابتدى ينشر القمر الصناعي بتاعه وما نجحش، فبالتالي حصل مشاكل كتيره. ده ايلون ماسك ولا مارك؟ ايلون ماسك مع مارك. اوكي، لان هو اصلا ايلون ماسك مالك لشركه سبيس اكس. صحيح. وبالتالي بدا ينشر الصاروخ ده فما نجحش خالص. لا، وانا عارفه كمان ان لو هتوثق الاكونت بتاعك لازم تدفع فلوس، ولو ناس كانت موثقه شالت توثيق عشان يدفعوا فلوس ويوثقوا الاكونت مره ثانيه. الحقيقه احنا لو هنقارن الملاك اصلا هناخد مارك وهناخد ايلون ماسك. مارك زكربيرج عنده يعني عايز اقول لك خبرة كبيرة جدا في إدارة منصات التواصل الاجتماعي، وهو أصلا شخص طول عمره عايش في إدارة منصات التواصل الاجتماعي. ولكن إيلون ماسك عنده شخصية تجارية شوية، فبدأ يحط رسوم على التوثيق زي ما حضرتك قلتي. صحيح. وبدأ يحط برضو قيود على التغريدات، فبالتالي تويتر بقى شركات كبيرة جدا تهرب منه وتخرج من الحاجات دي. فمارك استغل بقى فكرة إن الشركات بدأت تخرج والناس بدأت تنزعج. طبعا تنزعج من الموضوع ده، ابتدى بقى ينشر في التوقيت فرض القيود على التغريدات التطبيق بتاعه اللي هو ثريدز ده. مارك اللي هو عنده فيسبوك، واتساب، انستجرام، كويست، اوكلوس بشكل عام اللي هي بتاعه الواقع الافتراضي الميتافيرس والحاجات دي. فابتدى بقى ينزل الابلكيشن اللي هو النصي من انستجرام. انستجرام دايما طول عمره صور او ريلز وفيديوهات وكده. رابطه بالانستجرام اللي هو عدد اليوزرات بتاعته 2 مليار متابع. يعني 2 مليار داخلين على انستجرام مسجلين دخولهم. فطريقه دخولك على ثريدز من دخولك على انستجرام يعني الموضوع بياخد 9 ثواني فقط عشان تعمل حساب. ليه قرر ان هو يربط 2 ابلكيشن ببعض؟ خصوصا انستجرام طبعا ابلكيشن مكسر الدنيا، كل الناس بتستخدمه. صحيح. بس كان ممكن يخلي ده ليه شخصيه مستقله بعيده تماما عن انستجرام.
هو الموضوع كله مش اتنين ابلكيشن بس، هو التلاتة مربوطين ببعض. دلوقتي لو عندك انستجرام وثريدز وفيسبوك تقدري تنشري بون كليك كل حاجه بتنزل في نفس الوقت، ودي فن اداره منصات التواصل الاجتماعي. دلوقتي من كتر منصات التواصل الاجتماعي بقينا عندنا مشكله في انتشار المحتوى، يعني هنلاقي الموضوع كبير جدا، وخصوصا اللي بيحسوا بالموضوع ده اللي هم كونتنت كرييتور او الناس اللي بينشئوا المحتوى على السوشيال ميديا. فبالتالي دي حركه ذكيه وبتزود اصلا من عدد متابعيه. يعني دي حركه ذكيه مش بتاثر على الابلكيشنز بتاعتها، بالعكس، لانه اصلا متابعي شركه ميتا بشكل عام بيحبوا الشركه دي، بيثقوا فيها جدا، لانه عارفين ان هو مش هيحط قيود او رسوم على العلامه الزرقاء مثلا او على التغريدات او الثريدز اللي موجوده او الفيديوهات اللي موجوده. فبالتالي الناس اوريدي بدات تخش، وعدد مستخدمي وصلوا النهارده 110 مليون متابع في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلمه. بخصوص الرقم اللي حضرتك بدات بيه الفقره ده، الرقم ده بيبقى المعرف بتاعك اللي هو رقمك من الابلكيشن. يعني في ناس ارقامها من اول 10,000 زي مثلا، وفي ناس ارقامها من اول 10 مليون، في ناس ارقامها من اول 20 وهكذا. فده بيخلي طبعا يعني مهندس احمد رقمه 8,000، معرفش اعملها ازاي الصراحه، لحقت رقم بدري جدا. طبعا في البدايه لان يعني ده تخصصي، فبالتالي متابع اكتر واكتر، بس هو ما بيفتش بحاجه خالص. دي برده حركه ثانيه ذكيه، ان هو بيخلي الناس لا انا هدخل دلوقتي بسرعه قبل غيري عشان اخد رقم قريب شويه، رقم اصغر المفروض، لانه كده كده الابلكيشن مش بيعمل حاجه غير ان هو بياخد اليوزرز الموجودين على انستجرام، وانستجرام فيه 2 مليار فبالتالي بيبداوا يخشوا كل يوم، وده المتوقع اصلا. من الحاجه اللطيفه جدا اللي حصلت، لو انت الاكونت بتاعك بيكون فيريفايد على الانستجرام اوتوماتيكلي بيكون فيريفايد على ثريد، بالظبط. فدي من الحاجات اللطيفه اللي حصلت جدا، وده بيستهدف فيها رؤساء الدول، بيستهدف فيها الشخصيات العامه بسرعه. وهي الشخصيات العامه اللي بدات تعلن اصلا على الابلكيشن، يعني هو شخص عنده خبره كبيره جدا وعنده كريتيف تيم بيفكر ازاي يقدر يخلي الناس كلها تنشد للموضوع ده. وبعدين الواجهه بتاعته طبق الاصل من واجهه تويتر واسهل، صح؟ يعني الموضوع بقى اسهل جدا في انتشار الثريدز مثلا او البوستات النصيه اللي انت هتعملها، وفي نفس الوقت يعني الاداره حتى فيه سهله بين الانستجرام. طب هسالك سؤال، شايف اسمه حلو على الابلكيشن وعلى فكره الابلكيشن، ولا كان ممكن يبقى اسمه حاجه ثانيه؟ سؤالك حلو جدا. انا عايز اقول لك على حاجه بخصوص اللوجو والاسم. اول حاجه اللوجو بتاعه على شكل حرف ات، صح؟ فهو ماخوذ من اكتر حاجه موجوده في العالم على السوشيال ميديا اللي هي ات والاسم بتاعك المعرف، اوكي؟ والاسم بتاعه ماخوذ برضو من فكره تويتر. يعني ثريدز، الثريد في تويتر، يعني مثلا بتكتبي تويته وتنزلي بعدها تويته ثانيه في نفس التويته دي، بيبقى حاجه اسمها ثريد. يعني مربوطه في بعض عشان خاطر تسلسل، تكمل التويته بتاعته. هو واخد اسم من تويتر، واخد شكل الات نفسه، فبالتالي ادى انطباع انه يعني ده فعلا ابلكيشن، لانه اللوجو والاسم يعتبر 40% من نجاح الابلكيشن. وناس كتير شايفه ان هو اسهل من تويتر كتير جداً. وتصنيف الابلكيشن واستخدامك ليه الطف بكتير من تويتر طبعا، والشركات الكبرى بدات تخش عليه وتعمل اعلانات عليه اصلا، عشان خاطر برضو ايلون ماسك كان حرمهم من حاجات كتير قوي من ناحيه الرسوم وكده. فاحنا كمنصه تواصل اجتماعي في 2023 بفلوس دي مش موجوده اصلا. طيب اسالك سؤال بقى شويه شغل بال الناس، الناس بدات تهتم بتفاصيل حتى الصغير. هل تعتقد ان ممكن ايلون ماسك يكون عنده القدره ان هو يقاضي مارك على الابلكيشن بسبب التقارب او التشابه الفظيع ما بين التو ابلكيشنز، ولا ما بقاش في حاجه اسمها كده في عالم التكنولوجيا؟ لان في حاجات كتير قوي بقت شبه بعضها. انا عايز اصدم الساده المشاهدين ان دي مش اول نسخه شبيهه بتويتر، دي نسخه رقم مثلا 20 على السوشيال ميديا. بس ده اللي فرقع قوي معنا، لانه طبع مارك زكربيرج، وفي نفس الوقت عمل خطه تسويقيه كويسه جدا. فبالتالي هو اوريدي اصلا بيقاضي مارك في حاجات برضو، ولكن مش هينجح في حاجه زي دي، لانه كده كده في نسخ كتيره منتشره، وكده كده معاه احقيه الكود اللي مكتوب بيه البرنامج، ملوش حق ان هو يقاضيه بحاجه زي دي. وفي نفس الوقت حتى لو رفع عليه قواضي، مارك عنده خبره كبيره في موضوع المشوار اللي هو السوشيال ميديا بشكل عام. فبالتالي انت كمستخدم هيعود عليك ايه الفايده بين ده وده؟ والله انت كمستخدم هتكسب حاجات كتيره جدا على ابلكيشن ثريد. طبعا احنا مش بنعمل له اعلان، مش محتاج اعلان، ده في 5 محتاج اعلان خلاص. احنا محتاجين اعلان اكتر منه اكيد. بالظبط. انت لو يعني ناس كتيره قوي بتقول لي يا باشمهندس احنا مش فاهمين تويتر،
يعني دلوقتي عايزينك تفهمنا تويتر وثريد. وثريد بس الثريد اسهل بكتير، اسهل بكتير طبعا بكتير. وبعدين وجودك عليه هو هو نفس وجودك على الفيسبوك، هو هو نفس وجودك على الانستجرام، فبالتالي انت مش هتلاقي صعوبه، وهو هو النسخه النصيه من انستجرام يعني. طيب بما اننا بنتكلم على تويتر وبنتكلم على ثريدز، فنيجي بقى لحاجه موجوده جدا ما بين انستجرام وثريدز بما انهم تو ابلكيشن في واحد. شفنا حاجه كده ظاهره ناس طالعه تخض البشر، انه طالما عملت اكونت على ثريدز لو حبيت تمسح الاكونت في يوم من الايام هتمسح اكونت انستجرام معاك، ودي كانت صدمه للناس معرفش ليه. فهل فعلا لو انا حبيت في يوم من الايام امسح ثريدز هيمسح الاكونت بتاعي؟ اول حاجه يعني مسحانك لثريدز مثلا انك تقدري تمسحي الابلكيشن كله، ده مش هيمسح انستجرام خالص. تمام، عادي جدا. والاكونت خلاص ولا كانك بتستخدميه، ولا كانك بتستخدميه، وتقدري تخفي المعرف بتاعك على الانستجرام وكان مفيش اي ثريدز خالص. ماشي، هو عمل الحركه دي لان هو سيرفر واحد ومربوط بانستجرام بتاعك، فبالتالي مش هياثر عليك في حاجه. ولكن لو حذفتي الحساب كله هو هو نفس حساب انستجرام، فبالتالي ده فرع منه. فمش هيضرك بحاجه والناس ما تقلقش كده كده. يعني لو مسحت حسابي على ثريدز حساب الانستجرام مش هيتقفل. بالظبط، هو كده كده الايقونه نفسها بتاعت الابلكيشن لو اتمسحت من عندك مش هتضر حاجه. لا ولكن انا مش بتكلم على الابلكيشن، كما على حسابي نفسه الاكونت بتاعي. بالزبط. لو مسحته من على ثريدز وعايزه اتفرج على الناس من غير ما يكون عندي اكونت ما ينفعش، لازم يكون عندك معرف خارج من انستجرام عشان تقدري تتصفحي ثريدز. لازم طبعا. طيب سريعا كده، ايه الحاجات اللي ممكن تحصل في المستقبل للثريدز؟ ازاي ممكن يتطور اكتر من كده؟ ممكن نشوف مثلا ان احنا نعدل الكلام بتاعنا ولا لا؟ لان لحد النهارده لو كتبت حاجه ما ينفعش تعدل فيه، فالحاجات دي ممكن نشوفها الفتره اللي جايه. ايه ممكن يطور التكنولوجيا او السوشيال ميديا اكتر من كده من خلال ثريدز؟ الحقيقه استراتيجيه الشركات دي بتبقى عارفه كل حاجه المستخدم عايزها. يعني هو عارف اوريدي انك لو كتبتي حاجه ما ينفعش تعدلي عليها، هو اوريدي عارف انه الفيديوهات مثلا بتبقى قصيره معينه بطريقه مختلفه عن الفيديوهات الثانيه، ولكن هم ما بيحطوش كل حاجه مره واحده. لا، هم بينزلوا النسخه الاوليه، وطبعا متوقعين بيحصل مشاكل كتيره جدا، مش عايز الناس تقلق، لانه في دلوقتي مشكله حاصله في ثريدز انه بيخرج بره الابلكيشن لوحده، الاكونت بيتقفل مره واحده، فبالتالي مش عايز الناس تقلق، ده شيء طبيعي جدا. احنا في اول 10 ايام دي بنجرب الابلكيشن من كل حاجه، وهم كمان بيجربوا من كل حاجه بحيث ان يشوفوا رد الفعل بين الناس وهكذا. فبالتالي الحاجات الجديده اللي نازله اوريدي هتتحل، يعني مثلا موضوع التعديلات، موضوع الفيديوهات برضو في مشاكل فيها، موضوع في اي بي ايز مثلا، في حاجات تانية هتبقى موجوده جنب ثريدز تسند الموضوع شويه. فهتلاقوا التطورات كبيره جدا، فانصحكم ان انتم تنزلوه اصلا وتاخدوا موضوع لا يعني خلال اقل من شهر هتلاقي برضو تحديث ابديت موجود، لانه كده كده العين عليهم وفي نفس الوقت ضغط عليهم جدا. هم عارفين احتياجات الناس ايه. تعتقد ممكن يظهر ابلكيشن يخلي الناس تدخل 100 مليون متابع في يوم؟ بصي انا في توقع كده محتاج اقوله برضو، انه مؤسس تويتر السابق اسمه جاك دورسي، اول ما خرج من تويتر عمل ابلكيشن بفكره جديده جدا، دي اول مره تتقال على الهواء. الابلكيشن اسمه بلو سكاي، مبني على تقنيه البلوك تشين. تقنيه البلوك تشين دي حاجه قويه جدا، والابلكيشن نفسه فيه حاجه اسمها اي تي بروتوكول. اي تي بروتوكول، دلوقتي انا هسالك سؤال، لو عندك حسابك على الفيسبوك، حسابك على الفيسبوك ده فيه متابعين وصور وحاجات قديمه وكده، لو عايزه تنقلي كل ده هل هينفع تنقليه بمتابعينك وبصورك وبكل حاجتك وبالصور والكتابات القديمه؟ الاي تي بروتوكول دي بقى بتتيح للمستخدم نقل جميع البيانات اللي موجوده في الاكونت بتاعك على منصه بلو سكاي لاي منصه بتدعم البروتوكول ده، فبالتالي انت مش هتواجهي اي صعوبه، وفي نفس الوقت هتبني المنصه بشكل عام. يعني انت الواجهه بتاعتك، واجهه المستخدم، تقدري تشكليها وتقدري تبنيها بشكل عام. يعني خدنا برضو معلومه مهمه جدا، ان انت تقدر تنقل كل حاجتك من غير ما تقلق خالص، حتى الكلام اللي كتبته من سنين هتقدر تعمل ده. بشكرك جدا النهارده، اتكلمنا في تفاصيل ثريدز، دايما بتنورنا وتقول لنا معلومات اكتر. يومك ان شاء الله حلو، نورنا النهارده المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات. اتمنى نكون فدناكم النهارده في كلامنا عن ابلكيشن ثريدز، حديث كل العالم مش بس عندنا هنا في مصر، العالم كله بيتكلم على ثريدز وتاثيره على السوشيال ميديا. جدد لقاءنا ان شاء الله مع حضراتكم فقره التكنولوجيا يوم الاربعاء اللي جاي باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه.